ان شاء الله نحط السكشن الجاي بقى هنكمل الحاجات اللي الدكتور قالها في المحاضره بدات ماشي السكشن الجاي هنكمل بقى الحاجات اللي الدكتور قالها في المحاضره بتاعه الفيرمات او اويلر ثيرم وفيرمات ثيرم والعلاقات بينهم وكده والرابن ميلر تيست وكلام ده الكلام ده تمهيد للار اس اي ده نوع من الكريبشن جديد هنتعلمه بعد الاي اس فاحنا اول حاجه زي ما خدنا كده الفاينايت فيلد عشان نتعلم الاي اس هناخد شويه الماثيماتكس البسيطه دي علشان علشان نتعلم الار اس اي بعد كده هناخد لنا شويه توبكس بسيطه برضه ثيريتيكال فالمفروض ان الاجنده يعني بتاعت السكشن الجاي ان احنا نتعلم الماده بحيث نبقى جاهزين للار اس اي او يعني ممكن يبقى الماده بلس الار اس اي كمان لان هو برضه الاسئله بتاعته في الشيتس مش كتير يعني حسب الدكتور هيمشي هيعمل البروجرس ازاي في المحاضره الجايه يعني بس انيشيالي اتليست السكشن الجاي احنا هنخلص لحد رابن ميلر تيست ماشي السكشن ده هنعمله في حته السؤالين اللي كانوا ضمننا في شيت 4 وهناخد سؤالين كمان من شيت 5 ماشي يعني هو حسب الدكتور بروجرس بتاعه هيبقى عامل ازاي يعني هو المفروض الدكتور مثلا لو خلص معاكم الار اس اي فانا هشوف ساعتها السكشن الجاي هشوف مع باشمهندس رزق يعني هشوف السكشن الجاي ناخد الرابن ميلر والفيرمات الاويلر وناخد كمان ار اس اي ولا سواء كل شيء واحد بتاع الار اس اي لان الهاش فانكشنز والتوبكس اللي بعدها ما لهاش شيء او ما كانش ليها شيء السنه اللي فاتت فهي لو ما لهاش شيء يبقى افضل السكشنين هتموت لكن لو ليها شيء ممكن يبقوا اثنين او ثلاثه على حسب هنتأخر شوية ممكن ساعتها بقى ناخد السبت وناخد ممكن نخليهم هما الاثنين في نفس اليوم أو نخليه السبت مثلا ونخليه حد اللي بعدها أو أيا كان هنظبطها يعني بحيث ما ده ما يأثرش على إن أنتوا مثلا قبل الامتحان أو حاجة أكيد وي ويل كونسيدر ذس هنخليه سيكشن مجمع أي حاجة يعني طول شوية هو انتوا او الفاينل الجدول بتاعهم اللي بعده صح؟ اول الفاينل انت بقى ان شاء الله 4 1 ماشي النهارده 14 فاحنا عندنا 21 و28 ده هيبقى الموضوع 14 احنا هناخد 21 ونشوف بقى في الاسبوع اللي هو بتاع 21 ده المفروض الدكاتره يبقوا خلاص ممكن ناخد سكشن يعني يا اما بقى يوم 21 ده نبتدي سكشن طرف فيها ساعتين ونص ثلاث ساعات الميد تيرم يعني مش عارف انتوا انطباعكم عن الدرجات ممكن تكون مزعجه شويه بس كده كده الدكتور يعني بيعمل افريجنج بحيث ان هو يشوف يعني في كيرف معين المفروض يبقى مكبر فما تقلقوش يعني وانا بس عندي تو كومنتس ان احنا محتاجين شويه يعني يبقى عندنا الانجلش يعني في ناس مش كتير يعني مش كتير في ناس كان فعلا الديسكربشن بتاع الكلمات كتابه الكلمات بطريقه ما بتبقى سيئه جدا فده ممكن يبقى في انترفيوهات معينه او في تيستس معينه في شركات او لو حد بيقدم في جامعه بره بيكون مزعج. مش كلنا المفروض ان احنا نبقى مولودين بنتكلم انجلش نيتف يعني بس لو حد عنده الحته دي محتاج يشتغل عليها يا ريت يشتغل عليها وما يعملهاش اندر ريزستنشن. في واحد كان كاتب في اللوب بتاع المساله بتاعت الديس دي كان كاتب كله صح وحل المساله صح بس كان كاتب كل الكلام بايده بالعربي وكان خطه سيء كمان انا ما انزعجتش من ان انا ما فهمتش الكلام انا بس مشكلتي معاه ان هو فعلا مش ممكن يعني ممكن يبقى في اماكن معينه لو هو مثلا جات له فرصه لو هو مثلا شاطر جدا مثلا ان هو الدفعه وجات له فرصه منحه مثلا ماسترز بره او ايا كان هيواجه صعوبه لو هو معود نفسه على كده يعني مش طبيعي يعني مثلا لو الكورس لانجوج بالانجلش المفروض ما تكتبش عربي خالص غير لو فعلا في كلمه بقى اللي هي عويصه جدا وانت مش عارف فحاول تشتغل على الحته دي الحته الثانيه الماث في يعني في ناس مثلا كانت بتحول الهكسا للباينري غلط او العكس يعني في ناس مثلا كانت عامله لي هكسا يعني هو احنا عارفين الاس بوكس الايمو بتاعه بيبقى 6 بيتس يعني 1 2 3 4 5 6 مثلا هو كان بيعمل ايه؟ كان بياخد اول 2 بيتس دول يحولهم لحاجه والاربعه دول يحولهم لحاجه فانا لقيت مثلا لقيته مطلع المفروض ان الشيت ده كان 48 تقريبا فهو كان بيطلع حاجه كده مثلا 1 سي مش عارف 0 وبي وهكذا فانا قعدت برضه الاجابه غالبا كانت صح بس هو انا قعدت فتره بقى عمال اتكت ان هو اصلا دول اول اثنين بيتس ودول الاربعه اللي بعدهم الموضوع برضه ده مفيش حاجه اسمها كده حتى لو في نوتيشن كده في مكان ما فالمفروض ان انت انديكيت ان انت هتستخدم النوتيشن ده ما ينفعش ان انت يعني تفترض ان انا هانتربريت الكلام ده
في جلوبال نوتيشن معروف للهكساديسمال اللي هو 4 بيتس باي 4 بيتس. لو انت هتعمل 2 بعدين 4 يعني انديكيت تايم ان انت هتعمل كده حتى لو ده برنش انت مستغرب ازاي، او لو هو موجود في مكان ممكن يبقى موجود فعلا يعني. فيعني الناس طبعا بان في المساله بتاعت الاس بوكس اللي هي العدد الكومبينيشنز لو كان بيقول لك في كام احتمال الكي ممكن يبروديوس الاوتبوت ده، حته ان احنا ازاي بقى بنعرف نكالكوليت حاجه ان احنا اصلا بنانلايز الموضوع ازاي. كان في راجل لسه من الناس اللي كانت بتشوف الورق كان بيقول كلام محترم قوي ان هو الاول بيابلاي حاجه زي كده على سيتس صغيره. انا مثلا عندي سيت في حرف ايه وحرف بي وسيت في حرف سي وحرف دي وايه، وعايز اعرف لو انا هطلع حاجه من الاثنين دول فيها 2 ديجيتس فانا عندي كام احتمال. عندي احتمال اي سي واي دي وي بي سي وبي دي. فتقدر بقى بعد كده جنرالايز. عامه في كورس اسمه الماثيماتكس فور كمبيوتر ساينس، الكورس ده بتاع ام اي تي في ناس اندر ريت جدا بتقول ان هو مش حلو، بس هو بيعلمك ازاي تفكر في الماثيماتيكال بروبلمز. يعني هو حتى لو مش بيديك ماثيماتيكال توبكس زي مثلا اللينير الجبرا بعمق او مثلا الكالكولس بعمق، بس هو هتلاقي اول خمس محاضرات مثلا بيكلمك عن ازاي تعمل بروف، وازاي تعمل مثلا بروف باي اندكشن، وازاي تعمل بروف باي كونتراديكشن، وازاي تعمل. فده بيخلي تفكيرك في الماثيماتيكال بروبلمز مختلف، او ازاي مثلا تعمل بروف باي حاجه اسمها ال مش فاكر اسمه، بس هو حاجه كده اللي هي حاجه ما بتتغيرش مهما كانت الستيت يعني، او الحاجه اللي ما بتتغيرش مهما كانت الستيت. فيعني الحاجات دي انا شايف ان احنا محتاجين نشتغل على ده، مش عيب ان احنا نقول الفاكت دي يعني، مش عيب فينا ان احنا المناهج بتاعتنا مش قويه او الدكاتره اللي بيدونا ماث مش اقوياء ناس ان هم يوصلونا للستيت ان احنا فعلا مهندسين كمبيوتر ساينس. انا مثلا كنت مقدم في 10 جامعات بره السنه اللي فاتت، اترفضت في 8 منهم مثلا 5 رفضوني بسبب الماث بس، يعني هم شايفين ان انا ما درستش ماث اصلا. مش ان انا امتحنت مثلا وفشلت، لا هو بيبصوا على المنهج كده يا ابني اللي انت درسته ده، هو دي مشكلتهم. فاحنا محتاجين نشتغل عليه مش نشتغل على بس اسايد من ده. الناس يعني اغلب الناس اكيوريت جدا في الحل، بتعرف تظبط الوقت، بتعرف تكتب كلام صح وبتبريزنت للمبتدئين مذاكرين. فشكرا ليكم يعني، انا استمتعت وانا بشوف اساليبكم مختلفه في الديريفيشن بتاع الحاجات وكده. بس احنا محتاجين الناس اللي عندها مشكله الانجلش دي مش كتير، بس لو حد عنده المشكله دي يشتغل عليها، الناس تشتغل على الماث برضه، لان هو اي حد عايز يكمل اكاديميك عامه الماث هيساعده. طيب ماشي نكمل بس في الحته بتاعت اللي احنا بقى لقينا احنا فيه النهارده. انا بتاع اللي كنت شغال ماشي معاك بس نفس الوقت. طيب الكي جنريشن بتاع الكي جنريشن بتاع الاي اس، الكي جنريشن بتاع الاي اس بيبقى فيه انيشال بي، وبعدين بنعمل بنقعد نعمل عليه شويه بروسيسز. فاكرين في الديسك كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل شيفت وفي بي بوكس بيعدي، فعندنا كي انيشال بيعدي على شيفت كان بيتقسم نصين، النص الشمال والنص اليمين، بيتعمل له عدد شيفتس معينه، وبعدين بيخش على بوكس معين كده كان تقريبا اكسبانشن او بريميتيشن زي ما هو مش فاكر، وبعدين ايه بيعدي كل راوند بقى بناخد ونكمل. الاي اس الموضوع شبه كده، احنا عندنا برضو انيشال كي، بس احنا زي ما قلنا في الاي اس احنا شغالين ان اوردر اوف بايتس. فاحنا بيبقى عندنا كي 4 بايتس كده، سوري 4 4 4 4 4 ووردز يعني 16 بايت بناخده. احنا بيبقى عندنا عدد راوندز برضو، فاول راوند خالص بناخد الكي زي ما هو ماشي. مشكلة في كلام البلد ده مفيش. عايزين بقى نجنريت الكي بتاع الراوند اللي بعدها، بنعمل ايه؟ ناخد اخر وورد هنا ونعمل عليها شوية اوبريشنز، وبعد ما بنعمل عليها شوية الاوبريشنز دي بنطلع وورد 4. وبعدين عشان بقى نجنريت وورد 5 وكده بنعمل اكسكوري، احنا دي وورد 4 مثلا عايزين نطلع بقى وورد 5، فبنعمل ايه؟ وورد 5 تبقى حاصل الاكس 4 بتاع وورد 4 والوورد الكورسبوندنج ليها هنا اللي هي الكيس دي بدل ما تطورها زيرو ماشي. وبعدين عايزين نجنريت وورد 6، فبنعمل ايه؟ موطين وورد 5 نعملها اكس 4 مع وورد 1 وهكذا. اللي احنا محتاجين نعمله بس ان احنا نتريس البروسيس دي في المسألة. احنا المسألة عندنا هو مدينا انيشال كي وعايز
الراجل ده ما بيقولش اسمعني ده بينسى ده التريس يلا نعمل التريس التريس. تاني مسألة عندنا برضو حتى مش ده اشتغل بتحكي هو ده اصلا متوصل بشكل ممكن يبقى متوصل مش كتير صح؟ تاني مسألة بتحكي في الـ substitute by system اللي هي other word ليها الـ S boxes بتاعت الـ AS. فاكرين كان في حاجة اسمها substitute bytes في الماب كده؟ والماب دي ايه؟ بتديله مثلا 0 1 تروح تشوف هي ماب الـ A في الشيء ده وتاخد بايت ثانية وتحطها مكانها. فاكرين حاجة زي كده؟ من السكشن اللي قبل انا عارف اخر سكشن كان من شهر مثلا بس تمام يعني. فهو برضه في theoretical topic عندنا في المحاضرة بيحكي في فكرة احنا اصلا البايتس اللي موجودة في الماب دي بيزد على ايه؟ احنا فاكرين ان الديست الاس بوكس ديريفيشن بتاعه ما كانش معروف لكن السبستيتيوت بايتس ديريفيشن بتاعها معروف فاحنا هنبص عليه يعني وفي مساله عليه خلينا نشوف بعد كده بقى هنتكلم عن زي ما قلت لكم كده التشيننج بتاع السايفر بلوكس مع بعض ان احنا ازاي ممكن مثلا ناخد السايفر تكست بتاع حاجه ندخله في كيف حاجه ثانيه في شويه تكنيكس كده لطيفه اللي هي زي الاو الاو اف بي والسي بي سي والحاجات دي خدتوا الكلام ده ولا تمام؟ فشان ممكن حالي.
اتعلمت حاليا يعني اسهل هيبقى احسن من الشرح. وانا بس بحاول اشرح سيري تبقى يعني مفيده، لكن حاليا مش عارف اشرح سيري. لو حد عنده سؤال ثاني ممكن احله له، بس الفيديو ان انا احل السؤال حاسس ان انا مش لا الاسئله الاسئله المهمه يعني مش انا حاسس ان انا مش مفيد للناس، مش للناس مش يعني مش للناس اللي هو انتوا كدفعه بالذات يعني جاوب الناس بعد كده. فكده ده بيزيد وخلاص، هي بلس 4
باشمهندس هو بس معلش يعني ممكن نحل المساله هي في الواقع. ما انا هعمل كده، انا هعمل كده دلوقتي. انت بس عايز تمشي على انا عايز امشي هو ده اللي فيها بلينتكس. هو هي 28 هم اللي ايه؟ ايوه انا فاهم. هو انت بعد كده هو عايز، هو مش عايز الانيشال، هو عايز اول 8 ونص، عايز 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 من فوق من 0 نود لحد 0 7. ده بالنسبه لي اول 4 بسكور، اول 4 بسكور تمام. فدبليو 3 هتبقى 0 و دبليو 1 بس الوول باك كام اللي هي 16 باي 16 بيتس، و دبليو 2 هتبقى 0 سكور، و دبليو 3 هتبقى 0. المشكله في الكلام ده ماشي. تعالوا بقى نشوف دبليو 4 هتبقى عامله ازاي. انا دلوقتي هنمسك دبليو 3 اللي هي كلها 0 اصلا، نعمل لها روتيشن فهتفضل زيروز، بعدين هنعمل لها سبستيوشن. فتعالى بقى نشوف الاس بوكس بتاع الاي اس. لا لا ده كي، ده كي جنريشن ملوش علاقه بالانتكس. هو بيبقى بتديك انيشال كي وانت بتعمل عليه اوبريشنز عشان تجنريت الوردز بتاعت الكي. ده اللي انيشال كي سبار. انت جبت اول اربعه ووردز يبقى هم السبار زي ما هم. بعدين بقى بتجيب الاربعه التانيين. Oh,
لو انت عايزه بقى تجيبي من اول W13 لحد W16 هشتغل
الزيرو فور وهكذا يعني. عندك مشكلة؟ تمام؟ تمام كله؟ بس ممكن حضرتك شايف ورا بعض بس ماشي. هو انت مسكت الكي اللي عندك نزلت كله زي ما هو في اول 4 فولت، بعدين ابلاي الفوق على البورد بتاعك، عملت ابلاي على الفانكشن دي عليها، اللي هي الفانكشن دي عباره عن ايه؟ ان انت عملت روتيشن للبورد، بعدين عملت سبستيتيوشن من الاس بوك من السبستيتيوت بايت ستيبل، بعدين عملت اكس اور مع الكلام ده حسب اتفقنا كده. تمام؟ بعدين عايز بقى كي بورد، فانت كده بعد كل ده عايز بقى تبتدي كي بورد جنريتور بوردز اللي بعدها. فهتنزل دبليو زي وتعمل لها اكس اور مع الاوتبوت اللي انت عملت فيه كل ده، لا هتجيب لها بورد 4. بعدين تنزل بورد 4 عايز تجيب بورد 5 تعمل اكس اور ما بين وورد 1 وورد 4. عايز تجيب بورد 6 تعمل اكس اور ما بين وورد 5 وورد 2. عايز تجيب وهكذا. تمام؟ ماشي. حد عنده مشكلة؟ تمام. نبص بقى على المسألة اللي بعدها اللي هي كويستشن 1. كويستشن 1 بيقول لك هو ايه الانفرس بتاع ال 1 هو فيلد اوف 2 باور 8؟ بيقول لك فيريفاي انتري دي في الاس بوكس. هو هنا الموضوع مش واضح شويه، هو قصده الاس بوكس بتاع الاس بوكس بتاع الاي اس مش بتاع الديس، اللي هو اصلا اسمه سبستيتيوت بايس يعني. بس هو معتبر ان الاس بوكس هنا انت هتفهم ان هو بتاع الاي اس يعني، بس انا بقعد اتفرج فاينل المفروض ابقى نيجيتيف شويه. ماشي. فاول حاجه الانفرس، ما انت كده الانفرس انت هتجيبه ازاي؟ اكستندد اكليد الجوريثم بنحط 1 0 والحاجه اللي احنا عايزين نعملها اللي هو الجي اف بتاعنا اللي هو البولينوميال بتاعنا الانفرس البولينوميال بتاعنا، وبنحط 0 1 والحاجه اللي احنا عايزين نعملها انفرس اللي هي ال 1، وبعدين لما يجي لي هنا 1 باخد ده يبقى هو ده الانفرس بتاعي. فكليرلي انا كده كده بادئ اصلا وعندي 1 هنا، طيب الانفرس بتاع ال1 هو مين؟ ال1 برضه كده المالتيبليكيتيف انفرس بتاع ال1 از 1. فدي اول حاجه في السؤال ده، حاجه تافهه جدا. لو جاب لك اي بايت ثانيه غير ال1 هتعمل بقى اكستند كومبليت عليها وتكمل. تمام؟ في حد عنده الكلام ده؟ احنا المفروض ذاكرينه اصلا من قبل الميد تيرم يعني. طيب الحاجه الثانيه بقى، هو بيقول لك انا عايز افريفاي الانتري بتاعت ال01 في الاس بوك، يعني هو عايز يعرف ال01 بيتعمل لها سبس. هو مش فاهم بس معلش، انت عندك بولينوميال معين وعايز تجيب له انفرس، بتعمل ايه؟ بتعمل اكستند تقليد. عندك ده الاف اوف اكس بتاع والبولينوميال بتاعك هو ال1، هو البولينوميال ممكن مثلا يبقى اكس سكوير بلس 1 مثلا، بس انت البولينوميال بتاعك في الكيس دي هو 1 بس، ان هي لغايه 0 1 دي عباره عن اربع اصفار ثلاث اصفار واحد. انت عايز بس تجيب الانفرس بتاع ده. احنا كنا بنقعد نعمل بروسس ونجيب كوشن وبتاع لحد ما يطلع لنا 1 هنا، فيبقى ده المالتيبليكيتيف انفرس. بس انت بادئ اصلا ب 1 هنا، فال 1 المالتيبليكيتيف انفرس بتاعه 1. انت ممكن تقول ان ال 1 المالتيبليكيتيف انفرس بتاعه 1 انت قادر غير ما تعمل كده يعني. بس تمام، حد عنده مشكله؟ ماشي. تاني حاجه بقى، هو بيقول لك ان في السبستيتيوت بايتس في بروسس احنا بنعملها عشان نجنريت السبستيتيوت بايتس، المفروض ان انتوا تبقوا عارفينها واحنا هنعرفها دلوقتي. فهو بقى عايز يتاكد ان السبستيتيوت بايتس بتاعت اللي هي البايت اللي هي 0 1 دي فعلا لو احنا عملنا لها جنريشن بتطلع الفاليو اللي بتطلع. خلينا نشوف اصلا الفاليو عامله ازاي. ماشي، 0 1 هتطلع ايه؟ احنا بنمسك الزيرو سكان بيه الرو، نمسك الزيرو نسكان بيه الرو، ونمسك ال1 نسكان بيه الباور اللي جنب 63، اللي جنب 63 ده السؤال انا حاولت ولا لا؟ هو بقى 24 ايه؟ اللي هو 24 بس اللي هي 0 9 صح؟ اول رو 0 وثاني رو 1 فزيرو ايه؟ لو يا زيرو ناين يا باين عندي في السكرين انا زيرو. ماشي، فاحنا عايزين بقى نجنريت ال المفروض 52 اللي هي زيرو زيرو. ايوه اه المفروض بقى كانت تطلع 52. اه احنا كنا يعني ممكن تكون الارقام غلط بس ال ايه؟ اه ده صح.
انا بقول برضه انا فاكر ان الثانيه كانت 63. ايوه لا اللي عندها 63 اهي والثانيه 7 سي. سوري 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 سوري. عارف مين؟ اوكي فهو عندنا عندنا اسمهم بس 01 بتطلع 7 سي. هو بقى عايز يبريفاي بالجنريشن بتاع الشيء ده ان 01 هتطلع 7 سي. طيب تعالوا نشوف اصلا بقى ده هو بيعملوا جنريشن ازاي. عايزك تكون استراكتور. هو بيقول لك اول حاجه كرييت ام تي اس بوكس 16 في 16 بايت. انت هيبقى عندك هنا 16 بايت كولومز و16 بايت كولومز. بعدين هتملى الاس بوكس ده من 00 0 اف اول رو وهكذا. يعني انت هتمشي هنا 00 01 لحد 0 اف. بعدين هنمشي بقى ايه 10 11 لحد 1 اف. بعدين 20 21 وهكذا لحد ما توصل في الاخر هنا لايه اف اف واف زي. ماشي فانت انترستد هنا في الفايل. بعدين بيقول لك ريبليس ايتش بايت ويز ايتس مالتيبليكيتيف انفرس ان جي اف تو باور 8. فاحنا هنريبليس كل واحده دول بالمالتيبليكيتيف انفرس بتاعتها طبعا اكسكلودنج زي ما قلنا. او ممكن يكون عشان انتوا ما كانش عندكم وقت في المحاضره فبس هو سؤال في الشيت فانا يعني باشمهندس لسه هيكبر وانا هكبر. فيعني هو الموضوع عبيط يعني لو الدكتور يعني انتوا عايزين تطلعوه من المنهج ممكن تسالوا الدكتور يعني كان انا ما شرحتوش يعني لو عايزين تطلعوه من المنهج قولوا له الكلام ده هيخش ولا لا عشان هو ما شرحش المحاضره ولا لا هو الدكتور حازم الراجل مهندس الدكتور هنا خلاص ماشي احنا بس هنشوف السؤال بس عشان لو انتوا شفتوه في الشيك يعني مش هاخد وقت خالص الموضوع عبيط. طب انتوا ما خدتوش في جنريشن؟ اكيد خدتوا في جنريشن. ماشي بس خان ماشي ده ال substitute bytes generation ده برضه سهل والله موضوع عميق جدا. فدلوقتي احنا هنشيل كل واحد من دول ونحط الانفرس بتاعه. فاحنا ال 01 كنا قلنا ان الانفرس بتاعه ايه؟ 01 برضه. ماشي حلو. يقول لك بقى بعد ما تعمل كده هتابلاي السطر المريد ده او alternatively عشان نخلص عشان الموضوع مش مهم قوي بالنسبه لي البيت الجديد ده هتبقى حاصل ضرب الماتريكس دي في البايت الاولانيه بس مقلوبه. يعني هو هنا البايت بتاعتنا اللي هي 0 1 دي عامله ازاي؟ 0 0 0 0 0 0 0 1 المفروض ان ده يبقى اسمه بي 7 ده اسمه بي 1. حد عنده اسئله ولا بيسال على حاجه؟ ماشي دي البايت بتاعتنا اللي احنا عايزين نجيب الانفرس بتاعها حلو؟ هو بقى بيقول لك حطها بالمقلوب يعني حط بي 7 تحت وبي 0 فوق. فبي 7 اللي هي دي هتبقى كده هو هيبقى 1 0 0 0 0 0 0 0 هو بيقول لك حطها بالمقلوب كده واضربها في الماتريكس دي اللي هي الماتريكس ده هتتحفظ عامه هي 1 ثلاث صفار 1 1 1 وبعدين ايه بيعمل بيعمل شيفت رايت وهكذا. المفروض ان احنا لو ضربنا الميتريكس دي الميتريكس في الكولم ده او في الفيكتور ده الفيكتور اللي هيطلع لنا هنلاقي ان هو وبعدين هنجمعه الاول على كونستنت فيكتور. يعني حاصل ضرب الشيء ده في الشيء ده هيبقى ايه؟ يعني الشيء ده 8 في 8 والشيء ده 8 في 1 فالريزلت بتبقى ايه؟ 8 في 1 8 في 1 اللي طلع لنا ده اللي هو الفيكتور ده هنجمعه على فيكتور تاني اللي هو 1 1 3 اصفار 1 1 0 احنا هنا في جي اف 8 فالبلس ده عباره عن ايه؟ عن اكس اور. فالريزلت بتاع مالتيبليكيشن الماتريكس مع الفيكتور ده هنعملها اكس اور مع الفيكتور ده المفروض ان هي تطلع لنا الايه؟ البايت الجديده. البايت الجديده في الكيس دي هتدفع 7 بس هتبقى مقلوبه يعني هتطلع كده هتطلع يعني المفروض ان احنا ناخدها من فوق لتحت هتلاقي ان هي 7 سي بس مقلوبه هتلاقي 7 سي بس انفيرتد. يعني احنا لو بصينا حتى على النوت دي هقول لكم دلوقتي هتلاقي ان انت بتقراها من تحت لفوق
بس عشان انا بقول سؤال زي ده ليه سبب من اسباب الفاينل ما تتلخبطوش في الحته دي. ايوه هو احنا استفدنا ايه ان احنا جبنا الانفرس بتاعنا ولا احنا احنا بننفرت كل الاليمنتس اللي في الماتريكس. انت حظك ان الانفرس بتاعك هو 0 1 لكن لو الانفرس مثلا بتاع 0 1 هيطلع حاجه ثانيه. فالحاجه الثانيه دي بقى هي اللي هتضربها في الماتريكس وبعدين ايه تعمل لها اكس. ايه؟ واي دي بس بعد ان انا الانفرس بتاعها بس دي الطريقه ده الديريفيشن بتاع السبستيوشن. مش فاهم حاجه؟ حد مش فاهم اي حاجه؟ مش فاهم. ايه؟ مسكت الانفرس ده بقى حطيته كده بس حطيته بالمقلوب يعني حطيت المفروض ان انت لو عايزه عايزه تمسكي باي تحطيها في فيكتور هتعملي ايه؟ هتحطيها كده هتخلي بي 7 فوق وبي 0 تحت صح؟ اعمليها كده. لا احنا بقى بنحطها بالمقلوب بنحط بي 0 هي اللي فوق بي 0 بي 1 بي 2 وهكذا. بعدين بتضربيها في ماتريكس معروف كونستنت ماتريكس هتبقى جيفن في الامتحان لو الحته دي دخلت. تضربيها في الماتريكس دي وبعدين تعملي لها اكس اورنج مع كونستنت فيكتور. البايت اللي هتطلع في الاخر دي بقى هي دي اللي بتتحط في السبستيوشن. تمام؟ الفيكتور ده ثابت والماتريكس دي ثابت. تمام؟ حد عنده مشكلة؟ ماشي احنا كده خلصنا الشيت ده هنبص على سؤالين كمان في الشيت اللي بعده. مش عارف ايه؟ زيرو زيرو مش عارف ايه؟ زيرو زيرو مالهاش. هي عشان كده انت لو بصيت في البوكس المفروض انك تلاقي زيرو زيرو قصادها زيرو زيرو برضه. والا يبقى العلم لا زيرو زيرو قصادها هتلاقي تقريبا ان هي بري ديفاينز كونستنت بيخش حاجه كده يعني تقريبا في الانفرشن يعني الانفرشن بتاعها ان انت بتحطيها 63 دي بيست على حاجة يعني بيست على ان هي كونستنت لكن ما بيتعملهاش انفرشن لا او ما بيتعملهاش سوري ديفيشن يعني انت لو عملتها ديفيشن كل الكلام ده بلع ملهاش اصلا شيء. هيطلع 7 يعني انت بتعتبر ان الانفرس بتاعها هو فبيطلع 63 في الاخر. هي هو يعني نفس الدريفيشن بس ده ما يعتبرش الانفرس بتاعها يعني ده يعتبر هي ماشي. طيب انا كنت عايز اوريك بس حاجه في المودرن انسر اللي هي ان احنا بناخد الحاجه من تحت لفوق مش من فوق لتحت. عشان بس ما تتلخبطوش فيه. او بصوا يا شباب ال 7 زي بتتقري كده. يعني هي هتطلع لك 7 زي البتاع انت دلوقتي مسكت الماتريكس ضربتها في الكلام ده وبعدين جمعت عليها الكونسل تمام؟ الريزلت اللي ده حصل ضرب الماتريكس في الفيكتور اللي هو طلع فيكتور. بعدين الفيكتور اكس كورس مع الفيكتور هيطلع كده وانت بقى بتديله الفاينل بايت خدها من تحت لفوق زي ما انت كنت حاطط الانيشال بايت برضه من تحت لفوق. مفهوم الموضوع ده؟ يعني دي 7 داش هتلاقيها بقى عشان بس ده ممكن تتلخبط في الفاينل انسر في الموضوع. حد عنده مشكله؟ بسيط الموضوع. طيب هنخش بقى في الشيت اللي بعده. الشيت اللي بعده اسئله فيه ثيوريتيكال شويه. بس لو في 7 زي اللي هي اللفت موست بيت. انت بتحط اللفت موست بيت تحت خالص مش فوق. فالبدايه المفروض مثلا هي 7 زي مش فوق صح؟ اه بس 7 المفروض فوق مش كده ولا يعني هي 7 لا 7 هتلاقيها تحت يعني هتلاقي ان دي 7 اللي هي 1 1 1 0 1 1 1 دي اللي هي 7 هتلاقي هو الريزلت طلع لك كده 7 والسي اللي هي 1 1 0 0 هتلاقي ان دي 7 اللي هي 0 1 1 1 وبعدين 1 1 0 0 فكده بقت 7 0 واخد بالك فانت واخدها من تحت لفوق تمام؟ ماشي الشيت اللي بعده بقى احنا هناخد فيه سؤالين بس النهارده والسكشن الجاي ان شاء الله هنكفر بقى فيرمات واويلر وشغل مات جميل سؤالين اللي هم 6 و 7 ماشي البلوك سايفرز دي يا جماعه كان ليها كنا قلنا ان هي يعني احنا في المحاضره النهارده بيقول لك ان في طرق كتير لو انت عايز تكونسيدر السايفرنج وذ ريسبكت تو تايم انت
انت دلوقتي بتتعامل مع السايفر ان انت بتعمل سنجل وان تايم سايفر اللي هو ايه يخش لك الكلاينت تكست بتطلع سايفر تكست وانس وخلصنا على كده. بس الحقيقه مش كده. انت مثلا لما بتستريم فيديو على اليوتيوب هو خصوصا اللايف فيدز يعني هو مش بيبقى كله انكريبتد وكله ديكريبتد مره واحده. هو بيخش له شنك معينه يعمل لها انكريبشن ويطلع سايفر معينه بعدين يخش له الشنك اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها. هو بقى قال لك ان انت ممكن باستخدام ان انت بتعمل انكريبشن لشنكس ان انت تزود السكيورتي بان كل شنك تبقى فانكشن في الشنك اللي قبلها. خلينا كده نبص على التكنيكس اللي الدكتور رهنا بسرعه بس اللي هي السلايدز الجميله بتاعت المتريك سايفر. هو هنا بيدسكاس الدبل ديس والتريبل ديس والمان ذا ميدل انتاج لو في وقت هقوله يعني. بس هنا الموضوع بتاع التايم لاين ده ان هو بصوا البي سي بي ده اللي هو الالكترونيك كود بوك ده هو ده البيزك او الفانيلا سيناريو. ده الفانيلا سيناريو بتاعنا. هتلاقوا ان احنا عندنا بوكس انكريبشن وبوكس ديكريبشن. انا دخلت بلاك بي 1 هيطلع لي سي 1، دخلت بي 2 هيطلع لي سي 2. فال سي 1 او بي 1 are not a function يعني سي سوري بي 2 وسي 2 مش function في بي 1 وسي 1 يعني يعني بي 2 وسي 2 دول ما تاثروش في بي 1 وسي 1 في اي حاجه. بمعنى صح انا لو كنت دخلت بي 2 قبل بي 1 كانت بتطلع لي نفس السي 2 لان هو انا عندي بوكس سابق بدخل له شنك بيطلع لي شنك بدخل له شنك بيطلع لي شنك. هو قال لك لو البوكس ده حتى لو هو باورفول جدا لاي سبب من اسباب الضرب فخلاص انا اي انتر كوميونيكيشن بين التو شانلز لو حصل هيتضرب. فهو قال لك ان احنا ممكن بقى نخلي الموضوع اعقد شويه اللي هو السايفر تشين ان احنا نعمل تشيننج في الموضوع. ان احنا نعمل ايه؟ ناخد السايفر تكست اللي طلع من الاول ده ونعمل له اكس اورنج مع البلين تكست اللي بعده. فبيخلي عمليه انك تتوقع البوكس ثابته. ليه؟ مش ثابته ليه؟ لانه انت لو بصيت دلوقتي على بي 2 وسي 2 هتلاقي ان اللاير اللي ما بينهم اللي بتخشها وبتطلع لها بتتغير وذ ريسبكت تو التايم. فانت ضامن ان البوكس ده مختلف عن البوكس ده. ليه مختلف؟ لان انت زودت عليه بارامتر ان انت واتس ايفر ايه البارامتر ده بيتغير ازاي؟ لا هنلاقي في ميثودز مختلفه بتغيره. بس مثلا في القصه دي هو بقى فانكشن في ايه كمان؟ بقى فانكشن في سي يعني سي 2 بقى فانكشن في سي 1 ان هو بيعمل اكس اورنج الاول مع سي 1 وبعد كده اشتغل. ف بيعمل اكس اورنج وبعدين بقى الاكس اور ده هو اللي يخش. تمام؟ فده تشيننج بيخلي الموضوع احسن شويه. هو بقى في المحاضره دي كان بيدسكاس طرق مختلفه من هذا التشيننج. زي مثلا ايه؟ زي مثلا المنظر ده. المنظر ده بيقول لك ان هو لطيف جدا في الستريمنج عامه. ان انت عندك انيشال فاليو بتعمل لها انكريبشن بكي بعدين تعمل لها سيلكت شويه بيكس وبعدين تعمل لها اكس اور مع الباك وتاخد السايفر تكست تكون مدخله. هو ده شبه يعني ده شبه المنظر اللي احنا شفناه قبل كده. بس هو المنظر ده فيه عيب ان هو لو السايفر ده حصل له ايرور في الترانسميشن هيأثر بعد كده على السايفر في المكان. يعني مثلا الشيء ده كان 4 بيتس مثلا 0001 فهو اتبعت لسبب ما 0000 في ال 1 دي وقعت بسبب مثلا السلك اتقطع او حصل فيه نويز او مثلا اوفر فولتج اندر فولتج اي حاجه يعني. فساعتها ده هيأثر بعد كده في القصه دي. في بقى طرق ثانيه على الفراغ قدام في المحاضره ان هو مثلا يعرف يجنريت يعني يجنريت الشيء ده الريليفنت اوف السايفر تكست. يعني مثلا الشيء ده هو عنده انيشال فاليو بيعمل لها انكريبشن بعدين بيعمل سيلكت بعدين يعمل تشيننج في المرحلة اللي بعدها. هو كده كأنه عامل الكي جنريشن بتاع الديس أو بتاع الاي اس إن هو السايفر سيستم بتاعه هو اللي فيه
تشين مش ال... مش معتمد على الاول. يعني هو كده طلع سي 1 وبي 1 من الموضوع، هو بياخد من قبل اصلا ما يعمل اكس اور ويدخله في المرحله اللي بعدها. خدتوا بالكم من حاجه زي كده؟ فهو خلص من مرحله الترانسميشن دي. فيعني دي شويه تكنيكس كده على الاول ديسكاس ده اكتر في المحاضره، يعني لو في وقت كنت هشرحها لكم بالتفصيل. بس كل واحد فيهم ليه مميزاته وليه عيوب وليه استخدام. فالاسئله اللي عندنا في الشيت عامله ازاي؟ وهنا بيقول لك انا هامبلمنت السي بي سي اللي هو التشيننج بلوك سايفر، التشيننج سايفر مود يعني. بس عندي رسمتين بامبلمنت بيهم التشيننج ده، فعايز اعرف انهي فيهم احسن وذ ريسبكت تو سكيورتي وانهي فيهم احسن وذ ريسبكت تو بيرفورمانس. ماشي رسمتين اهو. دول الرسمتين اللي هو بيتكلم عنهم. اول رسمه فيهم هو بيعمل تريبل ديس مره واحده ويطلع اوت، وبعدين ياخد الاوت اللي طلع من التريبل ديس ده ويدخله يعمل له اكسبلورنج مع الراوند اللي بعدها، اللي هو شبه الرسمه اللي احنا شفناها اللي كانت مرسومه على التايم، اللي هو بيعمل شيء ما عنده بلين تكست داخله كده، يعمل حاجه كده بوكس، ياخد السايفر تكست يقوم ايه مدخله على المرحله اللي بعدها يعمل له اكسبلورنج مع البلين تكست اللي بعده. دي نفس الرسمه بالظبط، الرسمه اللي على الشمال دي هي نفس الرسمه دي، بس الرسمه دي الاكسس اللي هنا هو التايم، الرسمه اللي هنا دي مرسومه في السبيس. فهو قال لك الرسمه دي احسن ولا الرسمه دي؟ انتوا كم واحد فيكم حضر المحاضره اصلا؟ وشافها يعني اللي شافوها برضه فيديو يزودوا يعني. طب كم واحد ما شافهاش؟ عشان هي اصلا ما كانتش داخله في الانترنت. اوكي طب انتوا فاهمين احنا بنحكي في ايه ولا حاسين ان هي تايهه؟ كم واحد مش فاهم طيب؟ يرفع ايده عادي. تمام احنا دلوقتي يا جماعه كنا زي ما قلنا انا بس عايزه يبقى عندكم فكره عن الموضوع عامه، ان احنا ازاي نستغل ان احنا بنكريبت كذا مره ان احنا نعقد الموضوع شويه. فزي ما قلت لك كده ان احنا عندنا مثلا بي 1 بيطلع سي 1، لو البوكس ده فضل ثابت فانا لو دخلت له بي 2 هيطلع سي 2، لو دخلت له بي 3 هيطلع سي 3. فانا لا عايز اخلي في فاكتور ثاني في الموضوع يخلي البوكس ده كل مره مش ثابت، وبالتالي التنبؤ بالفانكشن اللي البوكس ده بيعملها تبقى اصعب. فالتكنيك اللي احنا بنعمل بيه كده مثلا ان احنا نكون عاملين اكس اورنج مع السايفر اللي قبلها، فكده انت خليت البلاك بوكس ده بيتغير كل مره. تمام؟ هو هنا عمل حاجه شبه كده، ان هو بياخد السايفر تكست يعني هو دخل بي 1 طلع له سي 1، لما واخد سي 1 ده عمل له اكس اور مع بي 2 بعدين دخله على نفس البلاك بوكس. تمام؟ فانت لو مثلا لسبب ما قدرت تديوسي فانكشن دي هنا، فانت ستيل مش عارفه، انت مثلا مش عارفه سي 1 كان جاي منين، انت لو قدرتي تكاتشي مثلا بي 2 سي 2 بقى معاكي بير، بس ده مش كافي ان انت تقدري انك تعرفي الفانكشن. ماشي؟ هو ده مش بيفضل يمين؟ مين ده؟ اللي فوق خالص؟ هو اللي على الشمال صح؟ لا على اليمين، لا مش هو بس حاول انا اقول لك الفرق ده. اللي على الشمال ده هو بيقول بي 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 0 مثلا بيخش ويطلع سي 1 سي 0 سوري، وبعدين سي 0 يقوم واخده عامل له اكس اورنج مع بي 1. اه بالظبط. هو بقى بيقول لك اعمل كده احسن ولا افصص البوكس ده كده؟ البوكس اللي هو اي دي اي ده حاجه اسمها تريبل ديس. هو هنا بيعمل ايه باختصار؟ احنا برضه عشان نقول التريبل ديس ده لازم يكون احنا معانا اخر التسعينات اتضرب بروت فورس اتاك، لان هو عدد الاحتمالات بتاعت الكي تبقى 256، فهو شاف ان الاحتمال ده بيتضرب عادي. في ناس فكروا ان هم يعملوا حاجه اسمها دبل ديس. دبل ديس ان هو يعمل ايه؟ ان هو يعمل ديس وبعدين يقوم عامل ديس تاني 256 ونطلع السايفر من هنا وهنا بندخله فريند. هما يعني كانوا معتقدين في الاول ان ده هيخلي الكومبلكستي 2 باور 112، لان هو انت محتاج تجيب حاجه 56 بيتس وحاجه 56 بيتس ثانيه عشان توصل. بس ده اتضرب بحاجه اسمها ميت ان ذا ميدل اتاك. ميت ان ذا ميدل اتاك ده قال لك ايه؟ قال لك بص يا معلم، احنا هنشوف هنشوف ال 2 باور 56 احتمال دول الاندكس هيعملوا ايه؟ انا لو عندي اندكس معين بي 1، فبي 1 ده بيتعمل له في اول مرحله اول ديس بيطلع لي اكس 1. تمام؟ واكس 1 ده بيتعمل له ديس ثاني فبيطلع سي 1 صح؟ هو قال لك ايه بقى؟ قال لك احنا هنمسك بي 1 ده نشوف احنا مش معانا اكس 1 لسه،
هنشوف كل الحاجات اللي هو ممكن يطلعها 2 باور 56 مرة. هيطلع لنا كده ايه تيبل في 2 باور 56 احتمال ماشي، دول احتمالات اكس 1 يعني في 2 باور 56 احتمال اكس 1 حلو. بعدين هقوم ماسك سي 1 هو عامل ايه؟ هو عامل له ديكريبشن برضه 2 باور 56 مرة حلو. وبعدين اشوف بقى الماتشنج روز اللي هي طلعت لي حاجه زي كده، يعني هشوف مين الكي اللي انا عملت فيه انكريبشن هنا وعملت فيه انكريبشن هنا وطلع لي نفس الريزلت. وبالتالي ما دام انا وصلت الاكس 1 هنا، يعني ما دام في حاجه هنا ماتش وهنا حاجه ماتش فهي تبقى اكس 1. وبالتالي انا كده عشان اجيب الكي عملت 2 باور 56 مرتين اللي هي الكومبلكسيتي بتاعتها كام؟ 2 باور 57. فهو الدبل ديس اتضرب عشان حاجه زي كده. فهو بقى بس ده طبعا محتاج ان انت يبقى معاك تو بيرز، لان انت هتكتشف انه مفيش مش كي واحد بس اللي هيقدر يعمل لك الموضوع ده، هتكتشف ثيوريتيكالي انه في 2 باور 48 كيز ممكن يعملوا لك حاجه زي كده. فانت عشان تعرف مين الكيز صح في ال 2 باور 48 كيز دول محتاج ان انت يبقى معاك بير كمان. لو انت معاك بقى بي 2 وسي 1 وعملت اكسكيوشن عليهم بنفس البروسيس دي، جبت لهم كده الاكس 2 تيبل وعملت الماتشنج ده، عدد الاحتمالات اللي هتجيب لك الكيس، عدد الاحتمالات اللي هتجيب لك الماتش ده، يعني اللي هتجيب لك الماتش ده وتجيب لك الماتش ده بيتقلص ل 2 باور نيجاتيف 16 اللي هو تقريبا 1. هو في كي واحد بس تقريبا اللي بيجيب حاجه زي كده. فالمهم يعني ان الهيت انترنال اتاك ضرب الدبل ديس وباين ان هو الكومبلكستي بتاعته مش 2 باور 112 هو 2 باور 57. فهو ما قلناش حاجه يعني اللي بتاعك كان بيضرب الديس مثلا في 8 ساعات هيضربه في 8 ساعات وربع مش فارقه. فعملنا بقى تريبل ديس. التريبل ديس ميزته ان هو ما فيهوش الحته بتاعت الهيت انترنال. التريبل ديس بيعمل انكريبشن بكي وبعدين بيعمل انكريبشن بكي 2 وبعدين بيرجع يعمل انكريبشن تاني بكي 1 وفي الاخر بيطلع سايفر تكست. انا كده بقى عندي كي 1 وعندي سي 1. لو انا عايز ارجع بقى من سي 1 لبي 1 هعمل ايه؟ اعمل انكريبشن بمين؟ بكي 1 الاول وبعدين اعمل انكريبشن ب كي 2 بعدين اعمل ديكريبشن بكي 2 اللي هيطلع لي هنا هو بي 1. الفكره بقى ان انت بقى عندك دلوقتي تو ستيجز، يعني انت بقى عندك انت لو عايز تعمل العمليه بتاعت انك تعمل ميت ان ذا ميدل دي فانت هتجيب اللي هم 2 باور 56 احتمال هنا وهتجيب ال 2 باور 56 احتمال هنا وبعدين ايه؟ تبقى عايز بقى تعمل ماتشنج على 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 ليفل تاني، فهتجيب 2 باور 56 هنا و 2 باور 56 هنا. فايفينشولي الكمبيوتيشن بتاع التو سايتس كل سايت فيهم بقت 2 باور 112 فعلا. تمام؟ فبقى عندك 2 باور 113 علشان تقدر طبعا ده رقم غلابي. ففعلا الديكريبشن بتاع هذا الشيء كبروت فورس ما بيتعملش، يعني بقى شويه طبعا كريبتو اناليتيك تكنيكس يعني. في ناس بقى بتصعب الموضوع كمان وبتخلي الانكريبشن بتاع ده ما بيتعملش بكي 1 بيتعمل بكي 3 وبالتالي يعمل الانكريبشن ده بكي 3 فيبقى في 3 كيز. فده لاي سبب من الاسباب ان هو حد يقدر يوصل لكي 1 ممكن يضرب جزء كبير من الحل فيتحول لديس عادي. فقال لك لا احنا هنعمل كي 1 وكي 2 وكي 1 وكي 2 وكي 3 بحيث ان هو يصعب الموضوع اكتر. في ناس بتقول لك عشان نخلي الشيء ده باكورد كومباتبل مع الديس هنعمل ايه؟ هنخليه كي 2 ده زي كي 1. فكده لو هما الثلاثه كي 1 فهو كده عمل انكريبشن بكي 1 بعدين عمل انكريبشن بكي 1 بعدين رجع عمل انكريبشن بكي 1 تاني، فهو كده كانه عمل انكريبشن بكي 1 مره واحده بس. نفس الكلام عمل انكريبشن 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 كده عمل انكريبشن مره واحده. فيعني ده التريبل ديس باختصار.
السؤال يعني اللي دخل المحاضره والناس اللي ما حضرتوش. انا بي سي ثاني فصل بس ماشي بس السؤال كان هو راسم لنا تشين كده مش عارف استارت اللاب انكريبشن وبعدين بياخد الاوتبوت يقوم مرجعه ويعمل معاه اكسور مع الاندكس بتاع المرحله اللي بعدها ماشي. فده كان الرسمه اللي على الشمال كانت عامله كده. هو كان لازم لك يقول لك اي دي اي وايه ومدخل الاندكس طلع سايفر تكست وبعدين بيعمل اكسور مع السايفر تكست ماينس 1. فبيقول لك بقى ده احسن ولا ان هو يعمل كده ان هو يدخل الليفل الحاجه اللي في الليفل ده ويعمل لها اكسور مع الليفل اللي قبليه ماشي. كسكيورتي هي مش فارقه يعني كمين مين فيهم مور سكيور هي مش فارقه في حاجه لان هو في الاخر هو عمل عمليه الدس مرتين وخلاص يعني هو عمل عمليه التريبل دس قصدي فخلاص نفس الكومبلكستي في الحالتين. بس كبرفورمانس هتفرق في ايه بقى؟ كبرفورمانس هتفرق في ان هو هنا هو مستني يخلص الانكريبشن بكريبشن انكريبشن عشان يرجع السايفر تكست يعمل معاه اكس اور. لكن هنا هو عامل بايب لاين فهو انت لو خلصت الانكريبشن ده الانكريبشن الاولاني ده لو خلص تقدر تاخد الاوت بتاعه وتعمل اكس اورنج مع البلين تكست اللي داخل في المرحله اللي بعديه وهكذا. هنا الانكريبشن ده لو خلص يقدر يخلص الانكريبشن دي فبقى في عمليه بايب لايننج. فانت ات سنجل تايم ممكن تكون بتنكريبت ثلاثه بلين تكست هنا بلين تكست اللي هو لسه داخل هتعمل له اكس اورنج بلين تكست بتعمل له اكس اورنج هنا وبلين تكست بتعمل له اكس اورنج هنا. لكن هنا انت مضطر تنتظر الاي دي اي علشان تبتدي انك تنكريبت بلين تكست بعدين. فده السؤال اللي كان موجود. في سؤال تاني بقى؟ هو السؤال اللي عايزك ايه؟ السؤال بيقول لك قارن ما بين الاثنين وذ ريسبكت تو بيرفورمانس وذ ريسبكت تو سكيورتي. مش فاهم سكيورتي مش فارقه فيها مش مقنعه بالنسبه لي لان هو انت ممكن تستخدم ثلاثه ديفرنت كيز هنا عادي او ثلاثه هو هنا قال لك ان في 3 انيشال فاليوز قال لك ان ده ممكن يبقى سلايتلي مور سكيور. ال 3 انيشال فاليوز يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي عندك هنا انت بتعمل اكس اورنج مع السايفر تكست اللي قبلها. طب اول سايفر خالص بتعمل لها اكسبلورنج مع مين؟ بتعمل لها مع انيشال فاليو. فانت عندك انيشال فاليو 1 هنا على في 1 انيشال فاليو بس لكن هنا كل اكس اور فيهم في التشيننج دي ليها انيشال فاليو. فانت كده بقى عندك ثلاثه انيشال فاليوز. عندك انيشال فاليو 1 وانيشال فاليو 2 وانيشال فاليو 3. فكل وجود ان في ثلاثه انيشال فاليوز ده از سلايتلي مور سكيور يعني. الانيشال فاليو دي ما بتبقاش معروفه غير عند الكريبتو. فانت بقى هنا عندك ثلاثه انيشال فاليوز لان انت عندك انيشال فاليو واحده بس لكن هو نفس الكي كومبلكس. حد مش مجمع؟ هو بص لو هنا مثلا لو مش هتلعب الريسيفر مثلا وصلت وورد يعني سايفر وورد كده هيبوظ كل اللي وراه مش كله هيبوظ شويه. ما ده السؤال الثاني اللي احنا هنشوفه دلوقتي. هو لا هو التريبل ديس هو يعني هو يعني تقدر تقول ان هو اثنين. انت احنا زي ما قلنا كده احنا كنا دايما بنتعامل مع البلوك سايفر ان هو حاجه بيخش لها انبوت وبيطلع لها اوت مره واحده. فده بقى ازاي ان انت بتبتدي تخلي تحط في اعتبارك التايم ان هو ان السايفر ممكن تاثر على سايفر ثاني. لكن ده مش يعني ده لوحده التريبل ديس. لكن الاكس اورز دي لا ده ملوش علاقه بالتريبل ديس. الاكس اورز دي معموله علشان تخلي السايفر يحط في اعتبار السايفر اللي بعده. يعني في الرسمتين دول الديزاين بتاع التريبل ديس الصح هو الحته دي بس. ده بيور تريبل ديس من غير اي اضافات اللي هو الحته دي. لكن يكون بقى ان هنا في النص اكس اورز وكده ده يعني زي ما تقول كده فايناليزيشن او بتزود الحاجات على التريبل ديس عشان تخليها تمام؟ السكيورتي دي بتاعت دي سلايد دي احسن عشان ليها ثلاثه انيشال فاليوز والبرفورمانس بتاعها احسن عشان فيها باكورد او سوري فيها زون بايب لاين. ان انت بتقدري انك تبايب لاين من هنا لهنا ومن هنا لهنا ومن هنا. ها؟ حد عنده مشكله في الكلام ده؟ هو موضوع نظري شويه في ناس نوم وفي ناس نايمين بس ماشي. اخر حاجه بقى طيب خلينا نبص على اخر سؤال. اخر سؤال
السؤال بنتكلم بقى في البوينت اللي الراجل ده بيقولها ان هو لو في حاجه حصل فيها فيلير بسبب ان هتاثر على كام بوينت بعد كده. Thank you.
الكاميرا هتفصل الكاميرا هتفصل يا عم جبت النص يا عم بس عدت النص كمان.